والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية التي تناولت آخر التطورات في الساحة العربية. البداية من الصحيفة الأولى أو الموقع الأول، الشرق الأوسط، في عنوان رئيسي: أطراف النزاع الليبي في موسكو للتوقيع على وقف لإطلاق النار. ومن اليوم، الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا. النهار في عنوان: الانتفاضة تصعد، قطع طرق وملاحقة مسؤولين والتظاهرات، هذا في لبنان. وأيضا اليوم، الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا. وعكاظ في عنوان رئيسي: برلمان ليبيا يطالب بسحب الاعتراف من الوفاق. وكالة الأنباء الكويتية: حزب الأغلبية بالجزائر لا نعتزم إسقاط الحكومة في البرلمان، جبهة التحرير الوطني. من الوطن: إرهابي وأردوغان يقطعون أشجار عفرين ويبيعونها كحطب للتدفئة. ومن الرأي: نقل متضرري الأمطار في الإمارات إلى شقق فندقية. أما الخليج في عنوان رئيسي: العراق، صدامات بين محتجين وقوات الأمن توقع عشرات الجرحى. والبيان: غضب تونسي على لقاء الغنوشي وأردوغان. من الجريدة حول الغنوشي أيضا: تحركات داخل النهضة للإطاحة بالغنوشي. والاتحاد: إسقاط طائرة تركية مسيرة استهدفت جنوب طرابلس. والمدينة: هدنة في ليبيا والسرات في اسطنبول. بوابة العين الإخبارية: الأمن العراقي يمنع محتجين من اقتحام مبنى محافظة كربلاء. و24 قاعدة بلد الجوية العراقية تتعرض لقصف صاروخي. أخيرا حول الساحة العربية من صحيفة سبق الإلكترونية: البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق.